السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هاري بوتر وصل للمدرسة، وش راح يسوي؟ خلينا نشوف وش راح يسوي مع بعض. هذا الجزء الثالث لعبة من اللعبة، وإن شاء الله تحوز على رضاكم. طبعا هذه كاساندرا، يقولها هذه شالت الريشة وطيرتها، يقول هذا مبهر، لابد انك تدربين يعني كثير. قالت له لا، انا يعني اسوي هذا بالفطرة، يعني ساحرة بالفطرة. اذا تقدر تنضم لي، اذا ما تخاف تقول له اسمي كاساندرا. سوى حاول يقول، حتى ما لحق يقول اسمه. هاي مغرورة كاساندرا. آسف يا بنات، لكن الحق يقال، مغرورة هاي. طبعا هاي المباراة بين هاري بوتر واحد من المدارس. يقول although someone gives troll requires a high number of magic points it has a lot of health can wish. يقول برغم منها الكاركتر الشخصية والهاي تطلب لازم يكون عندها رقم عالي من النقاط، إلا أن الهيلث مالها يعني الشفاء مالها يساعدها في ذلك. Your opponent summoned a swarm of spiders. يقول خصمك جاب عناكب. The troll can only attack one unit at a time and will quick. تقدر تهجم على بس وحدة كل مرة، يعني على وحش واحد كل مرة. Try countering with acromator طول بينهم. إيدك تجرب هاي الورقة. يقول هالمرة خصمك راح يستخدم الوحش، فانت استخدم يعني شيء من ضمن افعاله اللي هي المخلوقات. طبعا راح يستخدم السبايدرز العناكب. خلصنا على سحرة، دمرنا. أذاننا هذا كلش أذاننا. اخ ايش سوى هذا؟ دمرته. معركة دامية كانت.
حسناً، ممتاز. أكو عندنا مقاتل هنا، تقول تحكي عن هاري بوتر طبعاً. طبعاً اتصلنا على صاحبهم، 2-1 يقول راح تلعبون. هذا مو عدل، تعني 2-2، لكنك تحتاج إلى شريك. روبن راح تلعب وياي، تقول مو مشكلة خلينا نسوي هاي. الآن أنا وروبن 2، فزنا عليهم. برافو روبن، برافو روبن. انقهري، ما تتقهر، ما تتقهر. شنو اسمك؟ يقول يبدو انك تعرف الكثير اكثر مما تبدو. ستعامل معك لاحقا، تقول مرة ثانية راح اكون مستعد لكم، اعدك. سنرى. طبعا انتصار ساحق لهاري بوتر، وروبن ساعدتني. والله روبن ماينه. طبعا هذه اللي تشوفونه قدامكم النتيجة مالت المعركة، وشلون استخدمت الكارتات والهارد دور تايرز. نرجع. اقدر اسوي ماتش مرة ثانية، ادش بمعركة مرة ثانية، واقدر اروح النو بلاير. طبعا كايونا، ماجيك اويكند، هذه كلها شخصيات. تشيك اوت ذا شوب بيج، اريدني اشوف الشوب بيج. هذا الشوب، شوب يعني مشترى شباب، من اللي عنده فلوس يشتري، يريد يشتري يشتري. هيد تو كاسل كولندور. الان لازم نروح للقلعة كولندور، قلعة كولندور. المشينات تطلع على اليسرى، شايفينها. هذول يسوون مشاكل، مقالب، يقول لك خلينا نحط هذول المتفجرات في الحمامات. توك تو فيريت وينز، هذول توأم اثنينهم. طبعا مو راح هذولا ويسوون مشاكل، راح نتكلم وياهم، راح احكي وياهم. يقول انتو تبدون وراكم شي مو زين. شنو بالصندوق؟ اي صندوق؟ لا ما اشوف صندوق انا، الصندوق اللي هناك. It's a collection of explosive accessories. Interest delights.
يقول لي هذا مو صندوق، هاي مجموعة متفجرات خطرة، هذا مو من شأنك. يبدو أن هناك شيء يحضر. يقول عندي فكرة أحسن أيها الخاسر فيما بعد. يعني هو زعلوا من هاري بوتر لأن تغلب عليهم طبعا. يقول هذول ما راح يشوفون من العقدة اللي فيهم. عندهم قنابل، صندوق بقنابل، ما ادري اذا تاخر على السحر. راح اخبر الناس بعد الصف. Return to the charms classroom، العودة الى classroom الساحر. classroom، رحنا للكلاسروم الصف. شو يسوون هنا؟ يقول deal with the fairy twins، يقول تعامل ويا التوأم. خل نشوفهم شو يسوون هنا. خل ادش بمعركة وياهم. خل نشوف التوأم وش راح يسوي. يقول تحسبنا شو اسمه انت خداعتنا. وعشب معركة بيني وبينهم. ردي طيب خلينا نشوف البطايق مالتنا. try using plastic bombs to pull a prank on them. يقول استخدم هاي القنبلة حتى حتى تستقبلهم. يقول plastic bombs can increase the movement of speed of some creatures and cause of their attacks. يقول هاي تزيد بلاستيك بومب تزيد السرعة والسبب على سبب لهم مشاكل. اوكي طيب I look for the bombs can follow all sorts of nearby creatures including spiders. القنابل تتبع السبايدر. يقول استعمل السبايدر حتى تلحقها القنابل. Now try to use bomb plastic bomb with other summoners to beat them. Okay. لعبنا بيه ولعب خربطناهم تخربط. كانت متعجب من الصناديق هاي مال المتفجرات. يقول هذه رائعة. ما اريد احد يقول انهم لي، لازم اتخلص منهم. Deal with the fairy twins. سويناها. Look, let's look. You ask tracker. راح تشوفي هذا.
يقول انت مخضوض، تبين مخضوض. هذا كله كلام ما له معنى، راح اطفه. Let's take a look at your task tracker. Okay. Practice with Kevin. Leave. خلونا نغادر من كيفن. طوف هالكلام كله. هذول التوين ما راح يعرفون بحالي، يعني ما راح يتركوني بحالي. هذا توأم اثنين هم يا اخي. Head to the castle corridor. اوكي. راح اروح للقلعة كوريدور. هذا شنو؟ خلينا نشوف شنو. شنو اللي تخفيه؟ عندك متفجرات ها؟ انه سوء تفاهم. هذه اذني مو لا يخصني او سلمهم لي. يقول رانا ويش ردت انا. شوف جابوا لي المشاكل هذول التوام والله العظيم. ماذا حصل؟ قال دانيال. يقول واجهت مشكلة مع المتفجرات. يقول أنا عندي مشكلة هم. واجه مشكلة مع يقول يتهموني بسرقة المخزن. هذا دانيال يقول هاري بوتر. يقول هذه الصورة يحشون ويا الصورة. يقول الساحر العظيم يهدئ من روعة في الظروف الصعبة. إذا عندك اقتراحات أنا جاي أسمع. يقول خليني قال هاري بوتر إذا عندك اقتراحات نسمعها. قال أنا راح أقول لكم عن واحد من زمن طويل كانت فوضى عارمة. listen to the خلينا نسمع لهذا. نسمع القصة. راح يقول لنا قصة طبعا. هذا المدير مال المدرسة مالتهم مال هاري بوتر ابو اللحية البيضاء. دول عمالقة بالسحر طبعا. ما راح نكملها، اكملها وياكم مرة جاية ان شاء الله. لعبنا بار جديد من هاري بوتر، لعبة رائعة هاري بوتر. اللي يحب يتابعني بتكملتها اشوفكم في المرة الجاية بخير وصحة وعافية. في امان الله.